ملعب حينا. لم نعد بعد اليوم نلعب في الطرق المزدحمة بالسيارات أو في الأزقة المليئة بالمارة. لقد شهد حينا تدشين ملعب جميل، فبعد أن كانت لنا مكتبة للحي ودار للشباب، تعزز حينا بهذا الملعب. اتفقنا نحن أولاد الحي وبناته على توزيع حصص اللعب بيننا داخل الملعب في مجموعات بحضور منشط الألعاب، وهكذا صار لنا ملعب ومكتبة وفضاء للأنشطة المختلفة. فيه نقضي وقتنا وننمي عقولنا ونحافظ على صحتنا.